فتى زار واللي جاي ضرب نار، واي محاوله للفرار هتقع كبير ملوش قرار، ومش عايزين هند علشان رامز نيفر اند. طب قرب قرب هتعمل ايه؟ عشان هند قرب. طيب هتعمل ايه؟ انا اقول لك هعمل ايه. خليك في نفسك، خليك في نفسك. المرحله الاولى اسمها مرحله الشفافيه. طبعا بعد الحلقه دي هستضيفوكي ببرامج كتيره ويقولوا لك ان انت كنت عارفه البرنامج ولا لا. صح، شكرا، كرهتني بكل يلا البرامج. قولي كنت عارفه انه مقلب ولا لا؟ لا لا، بص للكاميرا بقى قولي. أبداً. تاني مرحله، مرحله التصالح مع النفس. اوكي، دلوقتي احنا كلنا شايفين ان انت مغروره قوي يا ميلا ومضربه عن الجواز ومفيش رجاله عاجبينك. صح. ما اللي دخل ده؟ البنت دي مش عايزه تسمع الكلام. خلاص اوكي، يلا اسمع الكلام. اوكي اوكي، بص للكاميرا. اوكي اوكي. انا رجعت في كلامي في الاضراب عن الجواز. قولي. انا رجعت في كلامي. انا مش مضربه في الجواز. ايوه لا قولي خلاص، انا مش مضربه عن الجواز. قولي خلاص انا مش مضربه في الجواز. قولي خلاص انا مش مضربه. هتجيبولي يا زوج بسرعه. قولي عايز عريس، عايز عريس. اوكي عايز عريس. بس اوكي، انت قلت من شويه ان انت عندك ثبات انفعالي. صح. اه تعجبيني. انا عندي ثبات انفعالي بس ده